جورجو أوزبيراك بطلة العشق ألف خير أجيدت تمثيل على منصات النت علاقة حب جديدة للنجمة التركية سيرينا ساركاي وخبر محزن عن النجمة الجميلة فخرية أفجان ومسلسلات سوف تستمر لموسم جديد وكرم بورسين وإيرام هافرجي أوغلو في فيلم جديد. تفاصيل هذه الأخبار وإيراف في حصاد أخبار نجوم تركيا لهذا الأسبوع. أحبائي على قناة مو تي في. أولى هذه الأخبار هو خبر المحزن عن النجمة التركية فخرية أفجان والتي توفي والدها السيد رمضان يوم الأربعاء 12 فبراير بعد صراع طويل مع مرض سرطان المعدة داخل إحدى مستشفيات إسطنبول. ولم تشارك فخرية أو بوراك هذا الخبر على صفحاتهم واكتفت إحدى أقاربهم بنشر الخبر دون ذكر تفاصيل. التركي قادر دوغلو أبطال مسلسل الوصال ينتهون من تصوير آخر مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل الوصال. يذكر أن الشركة المنتجة والقناة قد أعلنوا أن المسلسل سوف ينتهي في منتصف شهر مارس عند الحلقة 44 أي بعد 4 حلقات من الآن. النجمة الجميلة سيرينا ساركاي تؤكد علاقتها مع النجم الكوميديا جيم يالماز في آخر ظهور لها في المطار عند عودتها من اليونان. وقد أثار هذا الخبر ردود أفعال سلبية تجاه سيرينا ساركاي. يذكر أن سيرينا قد نفت في السابق إشاعات علاقتها مع جيم يالماز ورفعت شكوى ضد إعلاميات بسبب هذه الشائعة. مسلسل زمهرير هازال فيليز بعيد ميلادها 32 وسط أصدقائها وقصد مسلسل زمهرير. بورجو أوزبيراك بطلة مسلسل العشق الفاخر والتي تقوم بدور عائشة في المسلسل صرحت بأنها تريد كثيرا التمثيل في مسلسلات على منصات النت لأنها بيئة العمل بها تكون مريحة والقصة تكون مختصرة. يذكر أن مسلسل العشق الفاخر تم تغيير ميعاده ليكون يوم السبت بدلا من الأربعاء وذلك بسبب انخفاض نسبة المشاهدة لينافس يوم السبت مع مسلسلات نجمة الشمال وطائر العنقاء. كرم بورسين وإيرام هافلجي أوغلو يشتركان معا في بطولة فيلم أفلاطون من إخراج ينيت كاركوش والفيلم سوف يشارك أولا في المهرجانات قبل عرضه في السينما. المسلسلات سوف تستمر لموسم جديد منها مسلسل زهرة الثالوث حيث ذكرت الشركة المنتجة أنها سوف تستمر بإنتاج حلقات جديدة في العام القادم أي ستستمر لموسم ثالث. ومن المعروف أن زهرة الثالوث يعرض الآن الموسم الثاني منها بنجاح كبير وبنسبة مشاهدة عالية على قناة ETV. أيضا مسلسل التفاح الممنوع بعد ارتفاع نسبة مشاهدته قررت القناة بالاتفاق مع الشركة المنتجة على استمرار المسلسل بموسم رابع جديد وذلك بعد النجاح ونسبة المشاهدة العالية.